ايه شباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. شباب طبعا لا يزعلون علينا. يعني راح نكمل المحاضرة الثانية، الجزء الثاني. حقيقة يعني هي منتجون انتم بالجراحة يعني بالكتاب المنهجي مالكم، اللي هو كتاب الشورت براكتس اوف سيرجري، بيلي اند لوف. يعني أول موضوع بالبيلي أند لوف، يعني أول صفحة، أول موضوع أقصد بعد هاي الأمور العامة مال الكتاب، هو الموضوع اللي راح نعطيكم هو هسه بالمحاضرة، اللي هو يسموه بودي ريسبونس تو تروما أو بودي ريسبونس تو انجري. فموضوع حقيقة هو يعني بينه شغلات بيسك، خلينا نقول، بس حتى أفتح لكم المحاضرة هسه شويه جاف الموضوع ماله. فانا حاولت الخص لكم الشغله بالامور المهمه، وخلينا نقول بين قوسين الامور اللي يعني مطلوبه من عندكم. زين عيني. فهو الموضوع اطول بكثير وبينه تفاصيل اخرى، اللي يحب يطلع عليها ممكن بالشورت براكتس موجوده يعني. بس يعني بالنسبه لكم خلينا نقول هذا حاليا يعتبر كافي. بس انا اكو شغله بالنت، ثواني. يعني فنبدأ إن شاء الله موضوع المحاضرة المختصرة، اللي هو البادي ريسبونس تو انجري. نقصد بها يعني لما يصير عندنا انجري، وهذه الانجري طبعا تشمل إصابة، تروما، مرض، اوبريشن، عملية، اي انسلت، اي نسميه بين قوسين انسلت، اعتداء خارجي على الجسم. شنو الريسبونس؟ عادة الـ يعني خلينا نقول البرنسبلز ماله، انه الناتشرال ريسبونس اللي تصير بالانسان، وتصير حتى نفس الشيء بالانيمالز. الجسم من يتعرض الى انجري راح يحاول انه يعني يلجا الى الريست، يلجا الى الاموبيليتي لتقليل الخسائر بين قوسين او مصاريف الطاقه، يلجا الى انوركسيا، يقل يعني اخذه للطعام او شهيته للطعام، ويلجا الى مصطلح نسميه الكاتابوليزم، اللي هو عكس الانابوليزم. تتذكروها هاي، الانابوليزم هو البناء، الكاتابوليزم هو الهدم او التحرير او استخدام المخزونات اللي بناها الجسم. حقيقه هذه كلها يعني في سبيل السرفايفل، في سبيل النجاه من المايلد او المودريت انجري. العفو، هاي اذا كان الجسم في معزل عن الميديكال انترفنشن، يعني هاي احنا مدى نعالج او مدى نعاون الجسم كبرنسبل. اكو فد مصطلح اسمه سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، اللي هو الاس اي ار اس. هذا عاده يصير بعد الميجر انجري. ميجر انجري تشمل اصابه، تشمل مثلا حرق، تشمل بيرن، تشمل عمليه كبيره، تشمل تخدير عام، جنرال انستيزيا. هذه يعني بس تطلعون انه هي تبدا ب برو انفلاماتوري سايتوكاينز. اكو فد مواد بالجسم نسميها سايتوكاينز، يعني اذا تتذكروها او مرت عليكم في مكان اخرى، انترلوكينز مثلا، انترلوكين 1، انترلوكين 6، اكو فد شيء اسمه تيومر نيكروسيس فاكتور تي ان اف. هذه المواد اللي هي يعني برو انفلاماتوري سايتوكاينز هي يعني البدايه، الشراره اللي تبدي من يصير عندنا سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. وراها راح يصير البلازما، راح يصير بيها سايتوكاين انتاغونست وريسبترز، التيومر نيكروتيك فاكتور ريسبترز الى اخره. يعني انا ما ذكرت لكم دين اسماء شويه معقده ومزعجه، وحقيقه مو كلش مواضيع جراحيه للي بس يريد يعني يتعمق بها. اذا طول هذا الانسل او هذا الميجر انجري مثلا، راح يصير عندنا فشيء نسميه كاونتر انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، اللي هو عكس الانفلاماتوري ريسبونس. هذه الامور للاطلاع لازم تطلعون عليها وتعرفوها.
الامور اللي شويه اهم مثلا عندنا شنو النيورو اندوكراين ريسبونس تو انجري. طبعا اكو نقطه مهمه، ذا مور سيفير ذا انجري ذا جريتر ذا ريسبونس. يعني مريض نسوي له عمليه مال مثلا تونسيلكتومي رفع اللوزتين، او عمليه مال يعني على سبيل المثال لايبوما هذا الكيس الشحمي، او حتى ابندسكتومي، مو مثل مريض مثلا نشيل له الكولون كله، او مثلا مريض نسوي له ثوراكوتومي يسموها فتح صدر ونشيل له رئه كامله، او مريض نسوي له عمليه قلب. ذا مور سيفير ذا انجري بين قوسين او السيرجري، ذا مور او ذا جريتر ذا ريسبونس، يعني الجسم يستجيب بطريقه تتناسب طرديا مع الشيء المستهدف للجسم. شنو هاي النيورو اندوكراين؟ يعني هي بها نيورو وبها اندوكراين هرمونات. الشيء اللي اطلبه منكم ان تعرفونه هو انه تمر بمرحلتين، اكيوت فيس وكرونيك فيس. الاكيوت فيس راح يصير عندنا ريليز مال الهرمونز اللي هي اكيد اخذتمها يعني بالفيزيولوجي واخذتمها، اكو عندنا هذا الهايبوثالاماس والبيتيوتري اكسس والادرينال والى اخره، راح تحفز السكريشن مال هاي نسميها ستريس هرمونز، فراح يطلع عندنا كورتيزول جلوكاجون ادرينالين، هذه كلها الهرمونز تحاول ان يعني تحاول ان تصد هذه الهجمه، تحاول ان تستجيب لهذه الانجري او الالنس. فهذه تفيدنا فور شورت تيرم سرفايفل، يعني تحافظ على بقاء الجسم او استمراريه الحياه. من صارت كرونيك فيس راح يصير عندنا سبريشن لهذا الاكسس، فراح يصير لو سيرم ليفل اوف ذا هرمونز هذه المعروفه، وهذه هي اللي تؤدي الى حقيقه النحول اللي يصير، فقدان الوزن اللي يصير، الضعف اللي يصير بعد الاصابات او العمليات الكبيره. دا احكي على شغلات كبيره وقضايا اللي تعالج في العنايه المركزه والى اخره. يعني هذا رسم تطلعون عليه، انواع تعرفونه اكيد من الفيزيولوجي، الهايبوثالاموس والبيتيوتري. بس ايه هذا الخط مهم بالبلازما، شنو التغييرات اللي تصير في، يعني هذه ممكن تسالون بينه هذا كام سي كيو. What are the stress hormones or what are the hormones that increase in response to trauma? The ACTH, تعرفون هذا مال الهايبوثالاموس، والادرينال كورتيكوتروفيك هرمون، والجروث هرمون هذول يزيدون، تشوفون سهم ليفه، ادرينال، الادرينالين، الكورتيزول، هذول اثنين من الادرينال جلاند فيزيدون ستريس هرمونز، الجلوكاجون من البنكرياس يزيد، انترلوكينز لان احنا قلنا نيورو اندوكراين، هذول اندوكراين هذول نيورو، ايش عندنا؟ انترلوكين 1 انترلوكين 6 انترلوكين 8 1 6 8، وعندنا تيومر نيكروسيس فاكتور الف، يعني التفاصيل وتيوم مهم، تيومر نيكروسيس فاكتور هذول يزيدون. اللي يقلون عندنا نتيجه الاميون سيستم مال بادي، الانسولين يقل، يعني هاي لا تتوهمون بها، البنكرياس تعرفون هو الانسولين والجلوكاجون واحد عكس الاخر، الانسولين هو اللي يقلل الشوجر والجلوكاجون يزيد الشوجر. احنا من يصير ستريس نحتاج طاقه، فالجسم يزيد الجلوكاجون حتى يزيد الشوجر ويقلل الانسولين حتى لا يعني يسحق هذا الشوجر او لا يحرق. ايضا عندنا الاي جي اف، عندنا التستوستيرون، عندنا التي 3 يعني الثايروكسين او التراي ايودو ثايرونين عفوا مال ثايرويد جلاند، هذه تقل وهذه كلها تزيد. بالمقابل نتيجة هاي الزيادات وهذا النقصان في هذولي راح يصير عندنا التشنجز الآتية بالبادي ميتابوليزم، أيضا هذه نركز عليها كام سي كيو. أديبو سايت لايبوليسيز، احنا الفكرة حتى تفهمون الموضوع، الجسم دا يريد له بانزين، الجسم دا يريد له طاقة، مين راح يجيب هذا البانزين؟ عنده شحوم فيعمل لايبوليسيز يعني تحلل للشحوم، يعمل جلوكونيوجينيسيس يعمل تركيب للجلوكوز في الكبد هيباتيك، طبعا هيباتيك جلوكونيوجينيسيس، يعمل بروتين ديجراديشن يحطم بروتين يعني حطم الشحم او الليبيد، وعمل شوجر جديد وحطم بروتين ديجراديشن. وايضا اكو هيباتيك اكيوت فيس بروتين سينثيز، اكو بعض البروتينز يعني هوني بروتين ديجراديشن اللي هو مال المصل، بس هيباتيك بروتينز لا يزيده، بايركسيا كنتيجه لوجود هذول، يعني هاي كل وحده شنو التاثير ماله، يعني من يزيد عندنا الاي سي تي اج والجروث هرمون راح يزيد اللايبوليسيس، من يزيد عندنا الادرينالين والكورتيزول راح يزيد الجلوكونيوجينيسيس
وايضا السكليتال مسل بروتين ديجريديشن. من يزيد الجلوكاجون راح يزيد البروتين سينثيسيس وايضا يقل البريك داون مال شوجر. ما مكتوب هذه الانترلوكينز راح تعمل فيفر بايركسيا، ولهذا المريض يعني نسميها رياكشنري فيفر. من نسوي يعني نسوي عمليه اول يوم نسميها رياكشنري نتيجه هذا الرياكشن، وبصوره عامه يصير هايبر ميتابوليزم. فاذا هذه هي التشنجز اللي تصير بالجسم كنتيجه لهذه الانجري او العمليه او طبعا نتيجه ريسبتورز ونتيجه كذا ونتيجه هذه الهايبوثالامس بيتيوتري وادرينال اكسس. البيربس اوف هاي شنو الغايه من هاي النيورو اندوكراين تشنجز اللي فولوينج انجري؟ حقيقه بمجملها ات ويل اكت تو provide essential substrates for survival. البانزين بين قوسين essential substrate. postponed يعني عفوا هاي دي postponed تأخير أو إيقاف الأنابوليزم. هسه مو وقت بناء، هسه احنا عم نتعرض الهجمة، الجسم لازم يقاوم، لازم يوفر له فيول، فما وقت أنه نبني عضلات ونبني جسم ونبني جلوكوز نخزنه بالكبد ونبني، لا بالعكس نريد نسحب. Optimize host defense لتحسين أداء مقاومة الجسم. These changes may be helpful in the short term كبداية كشغلة تطول يوم يومين يقاوم الجسم بهاي الطرق، بس على long term إذا طولت الشغلة، إذا الشغلة سفير، إذا الشغلة كبيرة، أكيد هاي كلها ضارة، لأن هاي عكس النورمال، هاي عكس الشيء اللي يميل له الجسم الطبيعي. الجسم يميل للبناء للأنابوليزم، يميل الى خزن الجلوكوز بالكبد وليس سحبه وهكذا. ف especially to the severely injured patient that would otherwise not have survived without. هون يتصل النقطه اللي انتم تتدخلون بها الاطباء الكير النيرس اللي يبدي هون يساعد الجسم بالطرق اللي بعدين بالتفاصيل راح تقروها وخلال عملكم الطبي راح تعرفون. الشيء الاخير وهو بصراحه بين قوسين الاهم في هذه المحاضره، انه تعرفون انه هاي الميتابوليك ريسبونس اللي ذكرناها قبل شوي النيورو اندوكراين انقسمها الى تو فيسز، مرحلتين، اب فيس هذه يعني مختصر، والفلو فيس. هذا الاب فيس هو اول يوم يومين 24 ل 48 ساعه، شلون كان عندنا بالووند هيلينج تتذكرون اول شيء انفلاماتوري، فنفس الشيء هوني هذا الاب فيس بالريسبونس تو تروما من بدايه الانجري. والانجري تذكروا انه تشمل انجري اصابه، تشمل بيرن، تشمل حادث، تشمل عمليه كبيره، تشمل مثلا فتشي كبير، سيبسيس بالجسم الى اخره، بنكرياتايتس قويه، اي شيء انجري. هذا يطول يوم الى يومين، وحقيقه اذا سوينا بروبر ريسستيشن ممكن نساعد هذا الاب فيس، ولكن يعني ما يروح تماما. كاركترايزد باي شنو مميزات البدايه الاب فيس؟ hypovolemia, decrease basal metabolic rate, reduce cardiac output, hypothermia, lactic acidosis. إذا تنتبهون كله ما خوش، كله مو زينة، يعني كله يقلل البيزل البي ام ار بيزل ميتابوليك ريت، يقلل الكارديك اوتبوت، يبرد الجسم، هايبوثيرميا يعني هايبوثيرميا العفو، لاكتيك اسيدوسيس اللي هو ما مفضل ما مرغوب. The predominant hormones regulating the ebb phase are catecholamines يعني ادرينالين نورادرينالين كورتيزول اند الدوستيرون، نسميهم هذول كولكتيفلي الستريس هرمونز. Following activation of the الدوستيرون قصده انه يطلع بعد activation of renin angiotensin. شنو المين physiological role of the ebb phase is to conserve both circulating volume and energy stores يعني للمقاومه، من اجل المقاومه يحاول يحافظ على الفوليوم مال البلد والسيركيليشن، وايضا الانرجي ستورز مصادر الطاقه. فهذه الريسبونسز هي هاي الغايه منها، هذا اب فيس. ورا راح يصير عندنا فلو فيس اللي هو راح تبدي بالموبيلايزيشن اوف بودي انرجي ستورز، يعني كانما الخطوات اللي صارت بالاب فيس ما كفت، الشغله مطوله، نبدي نرجع للخزين اللي عندنا، مثل ما يعني التصرف العادي مثلا بالانسان من يكون في منطقه ومثلا منع تجوال، يبدي ياخذ اول شيء الامور البسيطه اللي بالثلاجه، بعدين ما تكفي يفتح المجمده يطلع الشغلات القديمه اللي مخزنها. فنفس الفكره energy stores for recovery and repair and subsequent replacement of lost or damaged tissue characterized by tissue edema نتيجه vasodilation و increased capillary leak
increase, لاحظوا هنا كان decrease, increase basal metabolic rate, hyper metabolism, increase cardiac output, هنا كان decrease, كله عكسه, raised body temperature, هذا كشكان. فإذا المريض أول يومين من يصير عنده إصابة قوية قد يصير عنده hypothermia بالبداية. طبعا هي مو شرط يومين, مرات الإب فيس يطول ساعات بس حسب البادي ريسبونس, حسب التدخل الانترفنشن اللي احنا نسوي. بس يعني هي بصوره عامه قد نقول يستغرق يوم الى يومين. الفلو فيس راح تزيد البادي تمبريتشر, راح تزيد خلايا الليكوسايتوسيس يعني وايت بي سي, راح يزيد الاكسجين كونسمشن ويزيد الجلوكونيوجينيسيس. يعني هذا الفلو فيس اكو يعني حتى خاف اذا تنسالون سب ديفايدد انتو ان انيشيال كاتابوليك فيس لاستنج ابروكسيماتلي 3 تو 10 دايز followed by an anabolic phase which may last for weeks if extensive recovery and repair are required following serious. يعني بالبدايه هدم 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 تحرير كاتابوليك 3 to 10 days, بعدين اذا يعني بدا يتعافى الجسم لازم يعوض الشيء اللي هدمه, فيبدي عنده anabolic phase اعاده الاعمار. بالضبط يعني اعاده الاعمار anabolic phase يطول weeks حتى نرجع التاثيرات اللي صارت خلال الكاتابوليك phase مال هذه الانجري. بالكاتابوليك فيس بالمرحله اللي هي هدم, the increased production of counter regulatory hormones اللي ذكرناها الكاتيكولامينز, كورتيزول, انسولين, جلوكاجون, والسايتوكاينز هاي الانترلوكين 1 6 و 8 وتيومر نيكروز فاكتورز result in significant fat and protein mobilization. طبعا هاي اعاده لنفس الكلام انه نطلع فات وبروتين من الخزين, leading to significant weight loss, ينزل الوزن, وانكريزد يورينري نيتروجين سكريشن, يعني فشي نسميه نيجاتيف نيتروجين بالانس. نخلي بالنا نقاط مهمه, هاي خلينا نقول يعني النقاط للفهم والاطلاع, انه من يزيد عندنا الانسولين ات ذس تايم راح يصير عندنا سيجنيفيكانت انسولين ريزيستنس اند ذير فور انجر بيشنت اوفن اكزيبت بور جلايسيميك كنترول. يعني تشوف مريض ما عنده سكري, طبعا هاي هسه نشوفها كثير مثلا بجماعتنا زملائنا الباطنيه والتنفسيه, هاي الكوفيد والكورونا تشوف المرضى يعني هو مو دايبيتيك بس نتيجه الانجري, هون الانجري يعني ريسبيرتوري مال الكوفيد يعني لنج, وايضا بها الـ يعني الاميون ريسبونس مال البودي والسايتوكاينز ستورم. اذا سمعتم اكيد هسه خلال الاخبار وكذا هاي كلها هي هاي الانترلوكينز وكذا كلها تصير مضاعفه ستورم عاصفه, فهي هاي اللي مرات يعني ميك كومبليكيشن او حتى لا سمح الله تقتل المريض. فبنفس الوقت كلهم شافوا انه يصير عندهم بور جلايسيميك كنترول, يعني بلاد شوجر مالهم يبدي يعلى لانه الانسولين مالهم يعني بدا يصير بيه ريزيستنس, يفرز الجسم بس ما يشتغل فيزيد البلاد شوجر. The combination of pronounced or prolonged catabolism الهدم مع الانسولين ريزيستنس راح يخلي البيشنت حقيقه ات ريسك اوف كومبليكيشن, خطر جدا لان هو دا يهدم والانسولين ما دا يشتغل, يعني امور تصير فد مره تعبان. Obviously the development of complications will further aggravate the neuroendocrine and inflammatory response thus creating vicious circle. يعني تسوء الامور تزيد بعد الستريس هرمونز والانترلوكينز ترجع تسوء الامور بعد وهكذا vicious circle, يعني كانما حلقه مفرغه وهي هاي اللي يسموها السايتوكاين ستورم. فاذا اللي مطلوب منكم تركزون عليه هو التغييرات اللي تصير بالسايتوكاينز وبالهرمونز نتيجه التروما او الانجري, الفيسز اللي هي الاب فيس والفلو فيس مال الميتابوليك ريسبونس مال الجسم, وتطلعون ايضا على هذه النقاط المهمه على الانسولين ريزيستنس وغيرها, يعني لا تسالون منه فد ام سي كيو او كذا معين. هذه باختصار شديد 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 جدا اهم الامور اللي هي بالبودي ريسبونس تو انجري, طبعا شابتر كامل مثل ما ذكرنا بالشورت براكتس, بس يعني انا اتصور هذه تكفيكم ان شاء الله ما تحتاجون اكثر منه. نرجع نقول اذا اكو فد سؤال او اي شيء ما واضح حتى نعلق لكم علينا قبل ما ننهي ان شاء الله. ماكو اي شيء ما واضح؟ ماكو اي سؤال شباب بنات؟ واضح دكتور, عشت ايدك. وبالجروب او كذا اللي عنده اي سؤال بعدين يبعث لي هو ان شاء الله نجاوبه عليه من يصير مجال. فيعني حاولوا تركزون على الامور هذه, و يعني هذول المحاضرتين تمام شويه مزعجين بس بصراحه من الاسئله اللي خلي بين قوسين نقول دائما متكرره لان يعتبروها مهمه. فركزوا على الامور اللي طلبنا منكم التركيز عليها ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وسيو ان شاء الله بالصف الرابع باذن الله. السلام عليكم. ادز لك هي المحاضرات.